يقبل كل ما يتفاعل في العقل، وإنما يظنه العقل سيبقى نسبيا حتى ينمو ليصبح كليا، فيعرف أنه الحق يعلو في مقامات التناغم العجيب بين القلب المحب والعقل الشامل. لا تناقض بين العلم والدين، لقد تناقض وصفا عاشق ولبيب، وبقيت الحقيقة في توحيد المقامين. الإيمان في القلب يقبل كل ما يتفاعل في العقل، يعني أنت من خلال سعة صدرك قادر تستوعب كل المعتقدات ولو لم تفهمها، ما بتستنكرها وما بتتعلق في أي منها، لأنك بسعة المحبة. وإنما يظنه العقل سيبقى نسبيا حتى ينمو. العقل، نحن دائما كلمة العقل بنفكر إنه ما نفكر به أي الفكر أو العقل الجزئي، هو هون وردت عن العقل النسبي، كل شيء نحن بنفكر فيه ظنون، بهالسبب بتكون دوما النظرة قاصرة، مثل اللي لابس نظارات ونظرته على حسب لون النظارات اللي لابس حسب الزاوية، إلى أن ينمو العقل ليصبح كليا. لما بصير العقل كلي معناته هو والقلب واحد، راحت الثنائية، صار القلب والعقل بتناغم مع بعضهم. هون فيها الحقيقة، حقيقة الحكم والحكماء، لا تناقض بين العلم والدين، لقد تناقض وصفا عاشق ولبيب، وبقيت الحقيقة في توحيد المقامين. لأن دوما عالمنا ثنائي حتى بهاي. من يختلف مع الآخر في أي مجال وبأي مستوى، أكان ماديا أم عقائديا أم روحانيا، وأدى به الاختلاف إلى الحقد والغضب والنميمة والغيبة والفساد، فإنه يتحول مهما كانت درجته ومنزلته وروحانيته إلى إبليس، حيث يخلو قلبه من النور، من نور الحب، وتصبح الحقائق بالنسبة له مجرد تنظير وادعاء. من يختلف مع الآخر بأي مستوى كان، مادي، عقائدي، روحاني، وأدى الخلاف لاختلاف وجسد حقد، غضب، نميمة، فساد، بتحول الفرد لإبليس. فكنا نحن أبالس ولا ندري. ليه؟ لأنه كل مين إله جسد مادي نظرته ثانوية، أي متأبلس في إله سفارة بالعالم الإبليسي أي المادي. إبليس أي مادي كثيف، ليس له أب في النور لطيف. ومعناها نحن لما عم نستخدم طبائع إبليس بالحقد والغضب والفساد وهكذا، عم نكون أبالس ومفكرين حالنا شيء ما. بتصير الحقائق مجرد ناطق، اسمه ناطق، أي تنظير وأدعاء، ناطق. قاعدة أساسية الروحاني الموحد الصوفي المحب، ما في مجال لأي ذرة حقد. المثال الحلاج حتى بتقطيعه عم يدعي بالبركة والهداية لمقطعيه، ما في ردود أفعال سلبية. الله كل، ولا يكون جزءا إلا في عقول أصحاب العقائد المحدودة.
كلمة الله يعني شمولية كلية، الله يعني كل، لا يمكن تجزء شيء كلي. مثلا إذا بنجي بناخذ المعلومة اللي للدي إن إيه اللي بالخلايا، صحيح هو في كل مكان كمعلومة، بس أيضا في إله مركز بنواة الخلية بالرغم من انتشاره في كل مكان. هي بمثابة صار الناسوت واللاهوت، يعني هو كمعلومة عامة هو كل لاهوت، كمركزية ضمن صبغيات معينة بنواة الخلية صار ناسوت، يعني في مجال انك تشوف، ولو عمليا معلومة كلية شمولية. بيخرج عن النظام الأحدي للدي ان اي او النظام الإلهي، شو بيخرج؟ بيخرج فيروس، إذا اخترق هاي المعلومة صار شيء اسمه إبليس. فكانت العوالم الإبليسية يعني المادية فجوات ضدية في عالم الأحدي، فكنا مثل منا متذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء، وأكثر إلى هؤلاء. الله كل ولا يكون جزءا إلا في عقول أصحاب العقائد المحدودة، لذلك كان وما زال واجب الفرد الأول هو رؤيته في كل شيء وعدم الاعتراض على وجوده بأي شيء أو شكل أو صورة أو مذهب أو دين. نحط قضية في كفر، إذن في شرك. عادة الكافر يتهم الآخرين بالكفر، المشرك يتهم الآخرين بالشرك، عادة كل البشر تشرك ولا تدري ليه؟ لأنه الله كل، بمجرد إعدامه من مكان ما بالكون، عدم قبوله بعقيدة ما أو بحدث معك هو اعتراض، وبالتالي عدم رؤية إرادته الشاملة لكل الوجود. تدور الأيام لأجد نفسي قد سافرت من قلبي إلى قلبي، من قلب العاشق إلى قلب المحب، ألا بذكر الله فلتطمئن القلوب. هلق المحبة الإلهية مسقطة في قلوب البشر عشان توسع مساحة الإيمان وتساعد الإنسان على فتح مسارات الطاقة ومداركه العقلية لا تنمو، وكأن غذاء لتصير عقل كلي النظرة. عشان هيك العقل الكلي حتى أنه يساند ويدعم إبليس في رسائله. ليه؟ لأنه هو بيكون الإبليس له محدودية مكانية زمانية، لكي لا يعدم العقل الكلي الإله من أي نقطة في الوجود، فيرسل رسائل عبر ما يسمى الضد. ما بيجي ضده،